زين، شنو نحتاج بالعراق حتى ننهض بموضوع الصحة النفسية؟ يعني هو صحيح هذا السؤال صار كل شيء، يعني كل في كل فروع الحياة بالعراق تقريبا، بس شنو نقدر نسوي؟ والله كلش حلو. طبعا يعني هذا السؤال يعني الخطوات مالته مو تعجيزية، يعني احيانا مثلا واحد يقول لك شلون نحل الاحتباس الحراري، يعني هذا موضوع يعني كل الصعب. الموضوع المتعلق بالصحة النفسية والله العظيم يعني حلوله سهلة جدا. الحل الأول مالته الكلام عن هذا الموضوع، يعني ما تخليه يكون يعني فتشي الناس كلها تخاف تحكي بيه، لا، الناس لازم تتكلم بيه. اللي عنده مثلا بودكاست يتكلم عنه، اللي إعلامي يعني في مكان آخر يتكلم عنه، الناس المشاهير. يعني أنا همين أتابع بعض الناس على إنستغرام عراقيين طبعا، لما نتكلموا عن المرض النفسي مالتهم، وأكو فد برنامج أو بودكاست اسمه شي منسي مال يعني إعلامي عراقي اسمه صلاح منسي، ياريت يمكن تسوي له دعاية هسه، بس أنا هم تواصلت ويا على الإنستغرام. هم اللي يستقبل يعني ناس عراقيين مؤثرين ويتكلمون عن المرض النفس، الأشياء اللي صارت بيهم، من ضمنهم الشاعر أعتقد اسمه عادل أدهم، الشاعر عراقي، يعني وصف الاكتئاب اللي صار بيه، يقول الاكتئاب مثل الكوخ الأظلم اللي يحبسك في داخله. تمام، يعني كلام جدا قوي. فالناس لما تشوف هذول المشاهير اللي يتابعوهم مئات الآلاف بالملايين من الناس يتكلمون عن هذا المرض النفسي، هذا الشيء كل شيء ساعدهم على أنه هو الإنسان العادي يبدي يدور على علاج ويقرأ عن المرض النفسي. والشغلة الأخرى طبعا هاي يمكن شوية أصعب، بس أنه نريد متدربين أكثر يروحون لقطاع الصحة النفسية، نريد أطباء نفسيين أكثر وممرضات أكثر بالصحة النفسية، معالجين ومعالجات بالصحة النفسية. هذا طبعا عن طريق يعني وزارة التعليم ووزارة الصحة، بس احنا بلد بالعراق يمكن اكو اللي جدا بيها قليل الاطباء النفسيه. فانت ما يعني شنو الفائده انه انت توعي الناس على بالمرض النفسي، بس هو عايش بمدينه كامله ما بيها الا بس طبيب او طبيب يعني.